وفي ختام أخبارنا الوطنية، احتضنت دار الشباب هواري بومدين دورة تكوينية في مجال صناعة الفيلم القصير، شارك بها شباب هاوي لمجال صناعة الفيلم، إذ تلقوا أهم المبادئ الأساسية لصناعة الفيلم القصير، حيث قاموا بعمل تطبيقي من خلال تصوير أفلام عن المنطقة، وكلهم طموح للمشاركة في المنافسات الوطنية للفيلم ولما لا العالمية. تصريحات رصدها بالريش مولاي الحسن من ولاية تمن راست. على كل حال احنا قمنا بتكوين مجموعة من الشباب اللي كانوا فعلا مستوى جيد. كنا تكلمنا على صناعة الفيلم القصير اللي كانوا محتاجين هما فقط انه يكون كيفية صناعة هذا الفيلم من الفكرة الى المونتاج الى الاخراج. على كل حال الشيء المطلوب منهم الان هما انهم يزيدوا يكثفوا في الاعمال التطبيقية وفي الانجاز الاعمال المصورة حتى يتمكنوا من التحكم في هذه التقنيات العالية. اول طموح عندي بعد هذه المشاركة ان شاء الله اني نمثل ولاية تمن راست، وان شاء الله تكون هذه البدايه نتاعنا ونعطوا احسن صوره لولايه تمن راس والجنوب كصفه عامه. هذا التكوين ان شاء الله يتفتحوا لنا ابواب باش نتعمقوا في باش نديروا اعمال صغيره نتطرقوا لها من مرحله لمرحله حتى نلحقوا للوطنيه ولما لا العالميه.